الطفلة سليمة 7 سنوات تعيش في قرية عين التغات بلدية خالد بالصعيدة، حالة صحية جد حرجة، حيث تعاني من إعاقة منذ ولادتها. عائلتها تناشد وزير الصحة وذوي القلوب الرحيمة الالتفات إلى وضعها قبل فوات الأوان. ميكروفون محمد عمران. الليل والنهار رانا مقابلينها كاع ما تسكتش، راني نطلب من اللي راه يشوف فينا اصحاب الخير يعاونونا، ما فيدناش واه نطلب فيهم يعاونونا باه تريح. عاونوني بها، ما عنديش باه، كون عندي باه ما نخليهاش تقعد كيما راك. نشوف فيها في هذه الحاله خطرت ما نرقدش بغيت نرقد في الليل ما نرقدش.